يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشياطين تتصور بصور الكلاب والقطط أم أنها تتصور بأشكال الحيوانات كلها؟ وهل يلزم أن تكون سوداء لتكون شيطانا؟ تتصور هي بالصور المختلفة، صور الطيور، صور قطط، صور كلاب، صور حيوانات. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما أن يحدد الصور التي تصور بها أنا ما أعرف هذا، لكن هي عندها قدرة. نعم.